السلام عليكم أصدقائي ومتابعين أرارات السياحة. اليوم من بحيرة شيبان أجواء ربيعية رائعة. أريد أن نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. اليوم 11 من الشهر الخامس عام 2021 من أربيليا. عندنا سواح أعزاء علينا وصلوا الباحة. راح يتكلم لنا الألف هنا. أهلا أخواني، أنصح شباب الإماراتيين والعوائل عليكم بالريال، هات الريال أمين الله يخليك. إنزين، وما شاء الله عنده خبرة ويشرح لكم في كل ما كل بيت وكلهم يعرفوا معروف، ما شاء الله معروف، يعني بمرات معروف صراحة. دنيان ريال طيب، ومرات بعد يدفع من المخبات. ترى تعال أنصحك حبيبي. دقيقة، كم يوم صار لك بأرمينيا؟ كم يوم راح تقضي؟ يعني أسبوع إن شاء الله. ان شاء الله. احنا عندنا واحد من السواح، طبعا هو ده يقود الباخره اليوم. بس أرارات للسياحه. ايوه أرارات للسياحه، انصحكم بالشركه، ما حد بيغلط بيتابع. ايوه. وشلونها جولتكم اليوم؟ حلوه كانت؟ وين زرتوا؟ التلفريكات حلوه كانت؟ نعم، الشعب كله مستانس. يا ميت اهلا وسهلا، شرفتونا.